شهدت كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية الشهر الماضي انتخابات اتحاد الطلاب، والتي أسفرت عن فوز نفس الاتحاد للمرة الثانية على التوالي وتجديد الثقة بهم. فما الفارق بين انتخابات العام الماضي والآن؟ وما هي أحلام طلاب إعلام؟ أنا عمر ناصر في سنة رابعة رئيس اتحاد الطلبة التاني سنة على التوالي. السنة اللي فاتت لما دخلت اتحاد الطلبة ما كانش في حد مهتم بالموضوع، أو يعني العدد قليل جدا مهتم بالموضوع. كنا لما كانت انتخابات كان في لجان كتير فاضية ومبقاش انتخابات، وفي ناس كسبت تزكية كتير، فده ما بسطناش، يعني احنا ما اتبسطناش بالوضع ده. احنا كسبنا بسهولة بس يعني معنى ان احنا مفيش حد بينافسنا، فدي حاجه مش حلوه. يعني يبقى الحاجه دي محدش مهتم بيها، فالحاجه دي في حاجه غلط. فاول ما مسكنا بقينا لا نبين للناس ان الاتحاد ده حاجه مهمه في الجامعه، لازم الناس تعرفهم، لازم الكليه تعتمد عليهم. احنا قبلينا ما كانش حد بيعتمد على اتحاد الكليه، يعني كانت الكليه بتعمل الايفنتات ونشاطاتها من غير بيجيب اورجنايزر من بره. اي اورجنايزر كان الاتحاد ملوش دور في الموضوع ده، لا الاتحاد لازم يكون موجود في كل النشاطات. لقينا لازم نحط اسم الاتحاد، وفعلا عملنا كده ان كل النشاطات اسمنا موجوده. النشاط حتى اللي بره بنحاول ان احنا نطلع باسمنا بره، بحيث ان احنا نكون مسمعين شويه. بدانا بكده لحد ما الناس حبت انهم يبقوا مكاننا او يبقوا زينا. فده عمل زي مشكله، يعني مش مشكله، يعني عمل شكل كان حلو جدا. مشكله بالنسبه لي ان انا كان قدامي ناس كتير، بس في الاخر كان شكلنا طالع حلو، ان هو ان يبقى كل اللي جانا عليها انتخابات والناس بتكسب فروق قليله جدا. فده طبعا حاجه حلوه، يعني ان في منافسه، الناس بدات تهتم، المشاركه بقت الضعف عن السنه اللي فاتت. ده دليل على نجاح ان احنا عرفنا نخلي الناس تنزل تنتخب وناس تهتم بالموضوع اصلا. فده كان بسيطني جدا، لان انا كاتحاد قديم اتبسطت باللي انا عملته جدا. اللي حصل في الانتخابات، العدد اللي جه والناس اللي نزلت، المرشحين والاجواء اللي كانت موجوده، ده يعني يدل ان احنا نجحنا، يعني حتى لو جزء صغير. فاحنا اول حاجه قلناها في السنه الجديده، احنا لا احنا اللي ما عملناش هنعمله هنكمله. الثقافي شغالين مع الاوبرا اللي احنا ناخد اوفر. احنا خلصنا مع ساقية الصاوي، ده لسه ما اعلناش لحد ان هناخد اوفر للحفلات والحاجات اللي هناك، وبنحاول نعمل كام مع الاوبرا. يعني التوتوريال والحاجات بتاعت التصوير والمونتاج دي احنا هننقلها للكليات التانية. يعني هنبدأ ندي، يعني احنا اتفقنا مع بيزنس خلاص ان هم هينظموا يوم وهندي فيه ورشة تصوير لطلاب كلية بيزنس. كنت شاركت السنة اللي فاتت، بس طبعا كان بناء على التجربة اللي حصلت. ما شفتش أي حاجة جديدة هم عملوها، يعني تقريبا نفس الوتيرة بتاعت السنين اللي فاتت. أنا دلوقتي السنة رابعة، أربع اتحادات مريت بيهم، أولى وتانية وتالتة ورابعة، نفس الوتيرة، ما فيش أي جديد غير اللي هو التدريبات. وطبعا التدريبات دي كانت كل سنة أصلا، يعني مش حاجة جديدة هم اللي عملوها ولا حاجة، هي كانت التدريبات بتحصل كل سنة بتعملها الكلية. ببساطة هم نسبوا الفضل ليهم. يعني انتخبت في اتحاد الطلاب السنة دي، وانتخبت نفس اللي أنا انتخبتهم السنة اللي فاتت، وده لأنهم كان عندهم حاجات أكتر يقدموها، ومستنية منهم طبعا ان هم يعني يقولوا لنا مثلا هي حاجة عملية محتاجينها، الاستوديو، كل الحاجات دي، وفروا لنا كمان تدريبات فيها انتخابات، ومستنية منهم ان هم يقدموا فرص تدريبية اكتر، وتكون بأسعار رمزية، يعني مش بأسعار كبيرة.